يلي طبيعة عملك حاكم بين الناس دايما حاكم أو مراقب أنت عليهم بإحساس أو موزع ليهم على أي أساس أو ناقل ليهم حقوق في أي مكان أو محدد من يستحق هذا النظام في أي كلام أو أمين خارج هذا الكلام أو بتعلن عن سلعة محتاجة إعلان أو ناقل خير والناس بتسمع الكلام أو رقيب بتحدد مين مدان أو موجود في جلسة وكلامك للناس أحكام أو معارض لأي شيء وفيه ناس كتير سمعاك أو بتشك في حاجة ومسببالك ارتباك أو محلل وليك بعض الأفكار مين مميز ومين خارج الإطار أرجو الاهتمام بالكلام فهدفي أن أجد إنسان يعمل من أجل النهوض له ويحب هذا لكل إنسان حتى ينتصر كل إنسان وهذه الكلمات لكم تذكرة للتخلص من عائق يا إنسان اسمه عدم وصول الحقوق تمام فكن عظيم في مكانك أيها المفضل الإنسان بقرار عادل تمام لا ظلمت فيه حد ولا ميزت حتى كمان والحقيقة إنك بكده أفضل إنسان في هذا المكان فتحية لمن عدل بين الناس لأنه الأفضل في هذا الزمان.